يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقمطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيها الإخوة المعزون الكرام، في هذه الليلة القرآنية المباركة، الليلة التي كلها نفحات وبركات، ونحن في رحاب الصالحين نزلنا رحاب سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه وأرضاه، ونحن في رحاب ومعية أهل القرآن الكريم، جعل الله سبحانه وتعالى هذه الليلة مباركة ببركة القرآن الكريم وببركة أهل القرآن الكريم وببركة السعي في الخير، اللهم آمين يا رب العالمين. آيات بينات مباركات نحيا في رحابها مع علم إذاعة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، سائلين الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كويس 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 كده، اقفل افترض. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. خلاص شرفت. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين من
وادع إلى ولا تكونن من المشركين ولا له الحكم وإليه ترجعون ولا ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا تدع
الله 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 له الحكم وإليه ترجعون بسم الله نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نزد عليه ورتل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نزد إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. قم الليل إلا اسم ربك وتبتل إليه.
واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العظيم.